انا ارجع بقى وعايزه اعرف زكاه الفطر مقدارها ايه ونوعها ايه وتبدا امتى، وهل يعني اخراج في التباس فعلا بين الناس ان هم بيخرجوا البقوليات او شنطه رمضان او كرتونه رمضان او ايا كان انواع الخيرات اللي بتحدث في رمضان فبيعتبروها من زكاه الفطر، هل هي دي تعتبر زكاه ولا انا عايزه افصل ما بين الصدقه والزكاه في والله شهر اولا رمضان؟ يعني زكاه الفطر النبي صلى الله عليه وسلم حددها قال ايه، صاع من تمر او زبيب او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الزكاه تخرج ليست قيمه ولكن تخرج ايه، البقوليات. البقوليات والحاجات اللي كانت موجوده سواء بس تمر. صاع من تمر او صاع من زبيب، ولكن سعر الزبيب دلوقتي عالي جدا. فهو يعني طبيعه الزمن كان يعني هذا ما كان يسد حاجة الفقير، لكن احنا لو جينا في الواقع بتاعنا والمجتمع بتاعنا هل يعني هذا يسد حاجة الفقير؟ لا. لذلك الإمام أبو حنيفة يعني في مذهبه وهو مذهب معتمد قال يجوز أن تخرج الزكاة نقودا، نقودا يعني زي تمام. ما تخرجهاش قيمة. ليه؟ لأن الفقير يحتاج إلى ذلك. طب انا احسبها بمقدار البقوليات، يعني مثلا احسب الصاع الزبيب هو صاع يعني كيلو تقريبا ولا قد ايه، حجز كتاب. وصاع التمر واخرجه مال، ولا انا اطلع بالزياده ولا اعمل ايه، ما مقدارها من من زاد المال قد زاد ايه؟ الله عليه. يحسب، ايوه يحسب نفس المقدار، يحسب نفس المقدار ويخرج بس المال انا ويخرج زي ما قلت الفلوس. لحضرتك ان صاع التمر او صاع الزبيب الاثنين سواء كيلو او الكيلو، فانا لو هاخد طبعا يا اجود الانواع يا احسن يعني الانواع المتوسطه، فالاثنين سعرهم غالي على فكره، مش يعني الكيلو الزبيب دلوقتي تقريبا فوق ال 100 جنيه والتمر ما بين ال 30 ل 50 جنيه، فانا دلوقتي المقدار بتاع دار الافتاء السنه دي لزكاه الفطر 15 ل 20 جنيه. تمام على الفرد. نعم على الفرد. طيب ما هو لو يعني هيحسب افراد افراده هم ليهم حسبه بقى، يعني في دار الافتاء ليها حسبه الله اعلم بها. يعني لست طيب متخصصا في ذلك. ليه ان انا اطلعها بقوليات برضو مش هخرجها من اللي ان انا والله اطلعها انت بقوليات؟ يعني الافضل، احنا بنقول الافضل والمستحب لك والواقع الذي يجبرك على ذلك انه انت تخرجها نقودا، انا لأن الفقير الافضل ان يحتاج اخرجها إلى نقود. ذلك، لأن الفقير يحتاج إلى ذلك، لأن يعني واقع النبي صلى الله عليه وسلم تغير، واقعنا نحن تغير على واقع النبي صلى الله عليه وسلم، والزمن تغير، فالفقير يحتاج إلى ذلك. أما تمام. الذي كان في عهد النبي يعني الفقير كان يحتاج إلى البقوليات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر طيب من لو مال انا الناس. اخرجت، لو انا لي عاده ان انا بخرج كل رمضان شنطه رمضان، فهل دي تعتبر زكاه برضو ولا اللي دي لا، ما احنا هتعتبر دي خلاص تكلمنا صدقه؟ فيها، وسؤال الأخ إن هو زي مسائل هل هناك فرق بين الصدقة والزكاة؟ دي قلنا احنا الصدقة دي تطوعا يخرجها الإنسان، أما الزكاة فهو واجب عليه. وبعدين يعني الإنسان يحسب زكاته، يعني يخط لها ميعاد علشان يما يحول الحول عليها. يعني مثلا هو حاسبها على شهر رمضان، يعني ما اجيش يبقى اطلع كل شهر شنط ولما اجي اطالب ان انا اطلع زكاة الفطر فاقول ان انا طلعتها، لا لازم اطلعها مرة تانية، لا خلي بس او ركز معي، اطلع يا ريت الزكاة بس نفهم، وافصل ما بين هناك فرق الصدقة. بين الصدقة نعم. وزكاة المال وزكاة الفطر. دي 3 حاجات، صدقة زكاة مال وزكاة فطر. الصدقة دي تطوع، زكاة المال دي واجبة، نعم. يعني لابد أن يحول الحول على المال اللي هو سنة كاملة فتخرجه. تمام. أما زكاة الفطر دي الإنسان بيخرجها في شهر رمضان فقط، طيب وهي واجبة على يحول الغني الحول على وعلى المال، الفقير أيضا. هل لازم المال يكون موجود عندي في البيت ولا ممكن مثلا أطلع على معاشي أو أطلع على مرتبي؟ لا لا، معاش على الزكاة المال لا طبعا، لازم يكون لازم موجود عندي في مال البيت. يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول، مش يكون مال معاش. لا، هو مال معاش هو ده بينفق على نفسه به طيب. وهو مش معاه غيره مثلا، لكن ده مال لازم يكون مال مخزون عنده يعني متوفر ويكون بلغ النصاب. تمام طيب.